أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذي بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في أتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن الله لطيف خبير يا بني إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ أمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.